American youth. It's time to make the change, for we are the hope of our land. In unity, prosperity and peace. In unity, prosperity and peace. African youth, wonderful generation. رحبت بهم الحضارة ورحب بهم عبق التاريخ قبل أن يرحب بهم المواطن المصري. ولكن الترحيب لم يقف فقط عند هذه الآثار وهذا العبق عبق التاريخ، لكن امتد لكي يرحب كل مصري بهؤلاء الشباب الذين هم سفراء لدولهم والذين شرفوا مصر في هذه الدورة، هذه الدورة التي تعقد لأول مرة في مصر ولأول مرة في شمال إفريقيا. هذه الدورة الترحيب فيها هنا على هذا المسرح سيكون من أصغر المصريين كما رحب بهم أكبر المصريين، سيكون من أطفال مدرسة أو مدارس الصديق الدولية بالعاشر من رمضان، وهو ترحيب خاص أيضا يحمل عبق التاريخ، وهو ترحيب And now,